سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم كريب كيجي البنات خفافين كما كتشوفوا. غادي نزينهم بشويه ديال الشوكولاتة ديال دانيت. تابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي ناخذ الاناء وغادي نضيفوا ليه ثلاثه ديال الحبات ديال البيض. من بعد غادي نحتاجوا ليه جوج المعالق ديال السنيده. من بعد غادي نضيفوا ليه واحد ملعقه صغيره ديال الفاني. وانا البنات راه استعملت الفاني بودره. غادي نضيفوا ليه واحد الرشه ديال الملحه. من بعد غادي نخلطهم بالفوي. غادي نخلط البيض مع سنيده مع الفاني مزيان. من بعد غادي نحتاجوا جوج كيسان ديال الحليب. من بعد غادي نضيفوا ليه نص كاس ديال الماء. وليه غادي نضيفوا ليه 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه. من بعد غادي نضيفوا ليه جوج كيسان ديال دقيق الفورص. هنا البنات من بعد ملي ضفت ليه جوج كيسان ديال دقيق الفورص وحركته بالفوي مزيان، وهنا البنات غادي نغطيه في بلاستيك غذائي وغادي نخليه واحد المده ديال 5 دقائق باش يرتاح ليا ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات خديت المقله اللي ما كتلصقش وضفت ليه شويه ديال الزبده وغادي نضيف ليه واحد المغرفه ديال العجينه ديال الكريب. غادي نستمر دابا في الكريب ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. وهنا البنات من بعد ملي فرغت المغرفه ديال العجينه ديال الكريب غادي نخلي واحد دقيقه حتى تحمى ليا، غادي نقلبها في الجهه الثانيه تنكمل الكميه ديال اللي عندي ديال الكريب ونتلاقاو ان شاء الله. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم. اليوم البنات غادي ندهنوها بدانيت ديال الشوكولات. انا غادي نزينو بدانيت ديال الشوكولات وغادي نزينو بالايفيلي ديال اللوز. وهنا البنات غادي ناخذ دابا الكريب ديالي غادي نطويه على جوج وغادي نزينو بشويه ديال دانيت وغادي نطويه على 4 غادي باش يجي لي على شكل مثلات. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي ديال اليوم. من بعد ملي زيناه بالخطوط ديال الشوكولات ديال دانيت ورشيت ليه شويه ديال الفيلي ديال اللوز من بعد ملي حمرناه، هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم. كنشكركم سواء البنات سواء اللي كاين في قناتي. كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. حتى الفيديو اخر تهلاو فريسكم. يلا بالسلامه عليكم.